ربما طبق الزيت لن يرافق الزعتر بعد الآن على المائدة العربية، فأزمة نقص بزيت الزيتون قادمة على الطريق. السبب بكتيريا نشرتها حشرات بجنوب إيطاليا قضت على 21 مليون شجرة زيتون، ليدق الخبراء ناقوس الخطر، وتوقعوا بأن السائل الذهبي قد يصبح أكثر ندرة وأغلى ثمناً. البكتيريا ربما وصلت إليها مع آلات مصنع شحنت من كوستاريكا، بدأت تزحف نحو أرياف باري الغنية ببساتين الزيتون، يصل عمر معظمها إلى 1000 عام. الكارثة الزيتونية المرتقبة سببها أيضاً ما يحصل لدى جيرانهم الفرنسيين والإسبان بسبب الجفاف والحرب الروسية في أوكرانيا وارتفاع أسعار الوقود، لتنخفض إنتاجية زيت الزيتون إلى النصف هذا العام، إذ توفر إسبانيا نحو 40% من الإنتاج العالمي. فهل ولا زمن شراء الزيت بالتنكة لنشتريه ربما بالجرام؟